أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المشاركة في الانتخابات القادمة فيما لم تعلن بعد مجموعة الثمانية التي يعتبر أحد أعضائها موقفها من الانتخابات. وقد رحب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بقرار المنتدى المشاركة فيما وصفها حزب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها بمثابة تجنن لمخرجات الحوار الذي كان المنتدى قد قاطعه. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقرر المشاركة في الانتخابات القادمة ويؤكد أنه لن يقبل بما سماه الغش والتزوير وانحياز الدولة. قرار يأتي بعد الإعلان عن توقف مفاوضات سرية كانت تجري بينه وبين الأغلبية، وبعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من دون مشاركته فيها، وهو ما جعله يصفها بغير القانونية. الانتخابات لا يشاركوا فيه، لا نقولها لكم بوضوح، المنتدى لا يشارك في الانتخابات، غير ما هو لا يقبل التزوير، ولا يقبل القش، ولا يقبل الحياز الدولي. نختاروا الى عادي قد صح تلافي الوضع، وان هذا نتوافق على قواعد اللعبه السابقه ان الحقوق ديك الانتخابات، هذا هو اللي نختاروا. يا غير بعد مملين يعودوا هم مصرين على ذاك، يعرفون لا نتصداو لهم ولا ان لهم يقولوا لك لا يعني. وقد رحب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد المحام بالخطوة، واصفا إياها بالرسالة الصريحة إلى من قال إنه لم يحسم بعد قراره بالمشاركة، في إشارة ربما إلى مجموعة الثمانية وأحزابها. فيما وصف حزب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة البرلماني السابق يعقوب لمين في بيان صادر عنه قرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بأنه بمثابة تبن لمخرجات الحوار الذي كان قد قطعه. وأضاف بيان الحزب الممثل في تشكيلة اللجنة الانتخابية التي أدت اليمين مؤخرا أن المنتدى بمشاركته في الانتخابات يكون قد أقر بفشل الاستراتيجية التي كانت تبعها خلال السنوات الأخيرة. ويثير موضوع لجنة الانتخابات جدلا بين المعارضة والنظام فيما تعتبرها المعارضة أحادية وتصفها بغير شرعية، تؤكد الحكومة أن اللجنة تستجيب لكل المعايير القانونية المنصوص عليها. ما نص عليه القانون مكتمل في هذه اللجنة، وهو المتوقع، لأن ما متوقع أن معارضة غير محاورة، لأن هذه اللجنة نتيجة الحوار وتواصل واتفاق، فناس ما بينها حوار ما معقول أنها تكون في هذه اللجنة. وهي على كل حال مكتملة الشروط، لأنها جزء منها المعارضة وجزء الأغلبية، وأيضا المعارضة المنضبية تحت مؤسسة المعارضة. أما شخص زعيم المعارضة أن يكون فيها، هذا ما أعتقد من نص عليه القانون. وبغض النظر عن الجدل الحاصل بشأن اللجنة الانتخابية، فإنه ينتظر أن تشرف على الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية المرتقبة العام الجاري، وكذا الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019. ومعنا في الاستوديو سيدي محمد والبلعمش المدير الناشر لصحيفة مراسلون، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية، كيف تقرأ قرار المنتدى المشاركة في الانتخابات القادمة بعد الإعلان عن توقف مسار الحوار السري دون التوصل إلى نتائج؟ هو يدخل في إطار اللعبة السياسية التي بدأت سرا وظهرت العلن بطريقة مفاجئة. هو البعض ينظر إليه إلى أنه أتى بسرعة قبل أن تتطور المسائل المتعلقة بالانتخابات وقبل أن تنضج. لربما المنتدى يريد أن يعيد الضربة إلى الموالاة، أنه إذا كنتم تريدوننا أن نغضب وأن نقاطع فلن نقاطع، نحن سنشارك، سيكون لنا نصيب من الكعكة السياسية في المناصب الانتخابية. صحيح أنه أعلن عنها بطريقة مفاجئة للجميع،
بعد أيام من حوار أثير حوله كثير من الجدل، المؤكد أن إعلانه لهذه الانتخابات سينهي الجدل حول سرية الحوار الذي كان بين الطرفين، ومن المؤكد أنه سيؤثر على انسجام الصف المعارض في موريتانيا، والسرعة في إعلانه سيعطي فرصة للمنتدى في أن تحضر جيدا لهذه الانتخابات، رغم أن هناك ما تزالت بعض الملاحظات حول الظروف التي ستجري فيها ووجود مراقبين من غيرهم. اليوم رئيس حزب الحاكم قال إن الدولة لن تصرف على مراقبين دوليين، ولكن لن تمنعهم إذا أرادوا أن يصرفوا على أنفسهم. هناك ملاحظات للمنتدى على اللجنة المستقلة للانتخابات، وصفتها بأنها قزرة، وصفها الرئيس محمد مولود. يعني هو إطار في إطار تفاعل، أعتقد أنه أيضا تماسك لحلف المنتدى القديم بعد الانشقاق الذي حصل 2013. تذكرون أن حزب تواصل وحده الذي شارك، بينما تصدع حزب اتحاد قوة التقدم للداخل وكاد ينهار لولا أن عاد واستعاد قوته. التكتل سأعتقد أن تكتل حزب إناد وبعض الأحزاب الأخرى، أعتقد أن الأرشح أن يقاطعوا حركة إراء قد تشارك. لكن الآن هل يكون الطرفان توصل إلى اتفاق يجعل المعارضة تشارك هذه المرة؟ لأنه في المرة السابقة كانت تشترط ممهدات، والآن لم يتغير السياق وإذا بها تشارك دون ضمانات على الأقل علنية. أكيد هي تشارك رغم عدم ثقتها في اللجنة المستقلة للانتخابات، ولكن هناك بالنسبة للمنتدى لديه خياران، إما أن يشارك إما أن يقاطع. وبالتالي لقات المنتدى اعتبروا أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة في تقرير الشأن الموريتاني، في تقرير مصير موريتانيا، أنها مرحلة برلمانية بلدية، وتأتي شهرا قبل الانتخابات الرئاسية الهامة التي لن يشارك فيها الرئيس الحالي على الأرجح. إذن لا يريد المعارضون في المنتدى أن لا يكون لهم نصيب في هذه الكعكة السياسية. إذا كان لهم نصيب يمكن أن يكون لهم دور، سيكون لهم أيضا رأي في الظروف، حتى لو لم يكن معتبرا، في الظروف التي تحضيرية للانتخابات. إذا لم يعلنوه بسرعة، لو افترضنا تأجيل المنتدى لإعلان المشاركة، لن يكون له مبرر في المشاركة في الجدل حول الظروف التي تجري الانتخابات هناك. لكن الآن وبعد حسم المنتدى قرار المشاركة، ورغم الجدل الدائر داخل البيت المعارض المقاطع، هل تقرر يعني الأحزاب البارزة داخل مجموعة الثمانية المشاركة؟ أنا ليست لدي معلومات بهذا الشأن، هل جرى حوار داخلي جيويت داخل مجموعة الثمانية؟ طبعا هي الآن مجموعة السبعة، لأن اتحاد قوى التغيير لم يعد فيها أفلام سابقا. إذا مجموعة السبعة هذه لا أعتقد أنه ربما جرى فيها حوار حول المشاركة، ولكن هناك حزب تكتل وإناد مش معروفان بمقاطعتهما لأي انتخابات تجري في ظل النظام الحالي دون رعاية دولية. وبالتالي لا أمل للمنتدى في أن يقنعهما في المشاركة، وبالتالي أعتقد أن مشاركته سيربح معها مقاعد سياسية، مناصب في البرلمان القادم، في التجمعات المحلية، في البلديات، وبالتالي يكون له حضور أبرز. وصحيح لن يكون راض عن انتخابات، وربما لا تجري انتخابات بالطريقة المثلى، ولكن هذا خيار أفضل للمنتدى. ماذا عن خيار المرشح الموحد في الانتخابات الرئاسية؟ هل يظل يعني مطروحا لدى المعارضة أم أنها تنقسم قبل أن تصل إلى؟ أعتقد أن الانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستتقدم بذلك بأشهر ستحدد إمكانية وجود مرشح موحد، وستحدد الظروف أيضا التي سيؤول إليها البلد، هل يتقرر تمديد تأخيرا. أيضا إعلان المشاركة يمنع النظام من تأجيل الانتخابات. هناك حديث أن كان يجري في بعض الأروقة أن الانتخابات البرلمانية ستتأخر، وبالتالي ستتأخر الانتخابات الرئاسية وهكذا. إذا الآن أصبح للمنتدى رأي في أن يقول لا، نحن نريد انتخابات في أوانها،
في حال عدم مشاركته وإعلانه لا يكون له رأي، يكون رأيه غير وجه. إذا سيد محمد والعمشر المدير الناشر لصحيفة مراسلون، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.